يا صباح الهنا والخير على كل شعب مصر العظيم. تحية وتقدير لكل مواطن مصري، تحية وتقدير لكل مزارع وفلاح، لكل قبطي ولكل شيخ ولكل جندي ثابت على أرضه، ولكل قواتنا المسلحة وسيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل الشكر ليكم. النهاردة في بداية حلقتنا بنحب نقدم التهنئة لكل أقباطنا المصريين، كل سنة وأنتم بألف خير ودايما يعود عليكم بسلام وعلى كل الأمة العربية. تسمحوا لي بس قبل ما أبدأ بحلقتي، كنت عايزة أكلمكم عن آخر المشهد الأخير منذ أيام، صراع أردوغان على الشأن الليبي وتدخلهم بقواتهم العسكرية. عايزة أقول لكم إن مصر وأي أمة عربية لن تسمح بهذا الخراب. إحنا بنفوض سيادة الرئيس بالتدخل واتخاذ كافة التدابير لحماية الأمن القومي لمصر والأمن القومي العربي. نقول للشعب الليبي اطمئن، نحن معك، معك الجندي المصري، خير أجناد مصر، نحن معك ليوم الدين. سنظل مترابطين ومتمسكين لأننا في رباط ليوم الدين، وستعود الوحدة العربية من جديد، وستنتصر مصر لآخر نفس، ومفيش حد يقدر علينا أبدا أبدا أبدا، أيا كان، ولا جماعات إرهابية ولا أي شيء من الدول الخارجة، طول ما مصر بسلام. تحية وتقدير لكل الشعب المصري وقواتنا المسلحة ولكل الأمة العربية. أرحب بضيوفي اللي مشرفيني النهاردة. معايا فضيلة الشيخ الجليل جمال باز، أهلا بحضرتك. ومعايا القارئ المبدع المتألق أحمد ممدوح شعيب، أهلا بحضرتك، منوريني النهاردة في برنامجي. كل سنة وأنتم طيبين بالعام الجديد. طيبة شيخ جمال، تحب النهاردة تهنئ إخواتنا الأقباط بمناسبة عيد ميلاد المجيد، تقول لهم إيه النهاردة؟ طبعا بداية الأمر بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. إحنا على مشارف عام جديد، عام ميلادي، بنهني فيه الإخوة الأقباط لأنهم طبعا يعيشون معنا في بلد واحد، ونشرب جميعا من ماء واحد، ونحن نسيجا واحدا متحدين ومتعاونين، لا يفرقنا مفرق ولا يعدو علينا عدو، والحمد لله كل ذلك بفضل الله أولا، ثم بفضل السيد الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسي الذي نقذ البلاد من هلاك محقق، والحمد لله بنهنئ إخواننا الأقباط بعيدهم المجيد، الميلاد المجيد، وبنقول لهم كل عام وأنتم بخير. كل عام ومصر بخير، وشعبها العظيم دايما موجود في كل الأوقات، دايما جنب كل الناس، لأن مصر أم الدنيا. النهاردة موضوع حلقتنا مهم جدا، عن الأخلاق اللي احنا افتقدناها في زمن غريب، بنشوف حاجات غريبة جدا. طبعا كان في مشهد أخير حضراتكم شفتوه، أنا بصراحة استغربت جدا. حضراتكم شفتوا فتاة المنصورة واللي حصل التحرش الجماعي، احنا كلهم شباب صغير، مشهد صعب جدا جدا جدا. افتقدنا الأخلاق، ليه ما بنرجعش لأيام زمان، لأيام تربيتنا القديمة؟ فين الأهل؟ فين التربية الصحيحة؟ فين صفات الرسول اللي احنا دايما يعني المفروض نتعلم ازاي نبقى كويسين؟ أنا كبنت وكأي سيدة لازم طبعا تخاف، لازم يكون في وقفة. الجيل الجديد يا جماعة لازم، يعني هنقول يتربى من جديد، لازم الأهل تاخد بالها، دور الأزهر لازم يكون موجود، دور الدولة، دور الأسرة، دور المدارس، دور الجامعات، كله لازم يتكاتف، لازم يتكاتف. موضوع حلقتنا النهاردة عن الأخلاق، وبنتكلم بصفة خاصة جدا على نشأة الرسول وأخلاق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بس أحب الأول أرحب بضيفي أحمد ممدوح شعيب، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. كنت عايزة حضرتك كده يعني
تحكم. يعني تقول لنا كده تلاوة من القرآن الكريم يعني نبتدي بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين
إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. إن الله كان قويا عزيزا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك يا شيخنا، الله يفتح عليك. دايما قراءة القرآن هو اللي بيشفع علينا ليوم الدين. حضرتك اتعلمت تلاوة القرآن الكريم نشأتك كده، اتكلمنا كده سريعا. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. وبعد، أحمد اسمي أحمد ممدوح عباس شعيب، من مواليد محافظة الشرقية، مركز أبو حماد، مدينة القرين. تربيت في بيت القرآن على يد جدي رحمة الله عليه شيخ عباس، ثم بعد ذلك على يد والدي، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل عليه سحائب الرحمة، ثم بعد ذلك على يد فضيلة الشيخ عبد الفتاح يونس شعيب، أسأل الله لهم جميعا الرحمة والمغفرة وأن يلحقنا بهم على خير، اللهم آمين. ثم بعد ذلك تخرجت من كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالشرقية، ثم حصلت على القسم في القسم التفسير وعلوم القرآن على المركز الخامس، وأسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لي ولجميع المسلمين أجمعين يا رب العالمين. يا رب يا رب، آمين. شيخ جمال، النهاردة احنا كنا بنتكلم في موضوع جدا، اللي احنا نرجع تاني لعودة الأخلاق المصرية الجميلة طبعا، والأساس كله ديننا الإسلامي. سيدنا محمد، سيدنا محمد يعني اتسم بالصدق والأمانة والضمير، كان هو أصبر الناس على الأذى، كان يعني بيخفض جبينه لكل كبير وصغير. يا ريت كلنا نتعلم من صفات سيدنا محمد عليه الصلاة. يعني حضرتك كده اتكلمنا عن اخلاق رسول، يمكن الناس بسم تتعلم. الله الرحمن الرحيم. الحقيقه اختي الكريمه، يعني انت وضعتي يدك على موضوع مهم جدا، اساس كل رفعه الحضاره واساس نجاح الامه والمجتمع كله في الاخلاق، وأسباب انهيار المجتمعات وانهيار البيوت وانهيار الأخلاقيات من سبب الأخلاق. الأخلاق أساس كل شيء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم زي ما فضلت الشكل أوضح وبين كده، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هنتكلم على الأسوة دي، الأسوة القدوة. مين قدوتنا الآن؟ النهاردة مين قدوتنا؟ احنا لما بنفكر في القدوة هنلاقي القدوة بتختلف من شخص الى اخر. واحد قدوته ابوه والده، واحد قدوته امه، واحد قدوته المدرسه، واحد قدوته شيخه. فتلاقي ايه الـ 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 الاهواء اختلفت. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا وعلمني ايه، أثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة، ليس هناك أثقل من ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن. يعني أثقل شيء في الميزان الخلق الحسن. ومش كده وبس، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، بيقول إن العبد المؤمن، خلي بال حضرتك، إن العبد المؤمن لا يبلغ من حسن خلق درجة الصائم بالنهار القائم بالليل. يا شفت الأخلاق، حسن الخلق، أنا باخد درجة إيه؟
انا واحد شغال طول الليل صايم، طول الليل قائم بالليل يصلي قيام الليل، وانا بخلقي الحسن ده وما عملتش ايه يعني، لا ركعت ولا سجدت ولا، ولكن بخلقي الحسن وصلت لدرجه ايه قيام الليل، وكذلك وصلت لدرجه ايه لدرجه صيام النهار. اللي افضل من ده كله وبشرط النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة إيه أحاسنكم أخلاقا. جميل. تاني إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا، ده النبي صلى الله عليه وسلم يعني شفت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنات، وهيكون معاه في عند الحوض. أقرب واحد للنبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم إيه أخلاق. طيب من اللي بعيد عنه، بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اللي النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى بغيضه يبغضه؟ وإن أبغضكم مني وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة اللي هم مين؟ الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله هؤلاء هم الثرثارون والمتشدقون، نعلمهم عارفينهم، مين هم المتفيهقون؟ قال المتكبرون. هم الثرثارون طبعا هم ايه الذين يكثرون في كلامهم اللغو في الكلام والعبث في الكلام في القيل والقال وفي وقت وفي جميع الأوقات دون أن يذكر اسم الله. يعني بص تلاقي عمال شغال ليل ونهار كده، أو شغالها يعني هو أو هي ليل ونهار كده في أعراض الناس وفي ما يهم أمور الدنيا، ومع ذلك لا يذكرون الله. المشكلة يا شيخنا إن هم دلوقتي أي حد ما بيتكلم مش بيسمع آراء الطرف الآخر، هم مجرد حد قال لهم حاجة بيتكلموا، بيحبوا الكلام جدا. وبعد الثورة التكنولوجية كمان انتشر صوره تكنولوجية علمية او على الفيس وعلى التعليقات احنا بنتكلم عن نقطة دي. احنا بقول لك بعيدنا عن الاخلاق ديت، اخلاق البيت. فطبعا احنا بنتكلم عليه، فقلنا احنا الثرثارون والمتشدقون. المتشدقون اللي هو بيتكبر على الناس بفعله بلسانه، خلي بالك واللسان الحلو يا شيخنا، واللسان بقى هو اللسان، تعالى بقى نتكلم عن اللسان بقى. اللسان ده هو المشكلة، هو اللي بيودي الاخلاق يمين ويجيبها شمال. هو اللي هيودي النار هيودي الجنه. فزمر النبي صلى الله عليه وسلم كده لما بيقول لسيدنا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم على وجوههم الا من حصاد السنتهم الا من حصاد اللسان. فقيمه الاخلاق ديت قيمه يعني هي سبب نجاح المجتمع فعلا. يعني انا عايز اقول لك الاخلاق مثلا لو احنا هنخش في 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 المرافق العامه اللي هي الاوتوبيسات المترو بتاع، هتبص تلاقي مثلا فين الاخلاق لما تلاقي شاب عنده 20 30 سنه والله عنده كبير واقف والله عنده 15 سنه، وتلاقي الراجل كبير عجوز شيخوخه واقف على رجليه ومش قادر يقف على رجليه، او ست كبيره برضه في السن، بيحصل كتير. بيحصل. فين الاخلاق بقى؟ القيم فين؟ القيم في انعدمت، مش موجوده. منين وايه السبب؟ هو ندور على السبب. هل البيت؟ هل الزوج؟ هل الوالد؟ هل المدرسه؟ هل اطفال؟ فادي النموذج من زي. والنبي صلى الله عليه وسلم في النقطه دي علمنا شيء. يعني جاء في بس حديث بس تمام. جاء للمستدرك في المستدرك للحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنه جاء رجل يريد النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. كان عايز النبي صلى الله عليه وسلم. وهو النبي قاعد مع الصحابه. ف نعم هو للاسف وقت حلقتنا خلص. انا بشكر حضرتك جدا، كان نفسي يبقى الحديث اطول من كده. طب والله احنا سعداء بحضرتك وتعرف امر ان شاء الله. شكرا لحضرتك، نورتني يا شيخ جمال باز. لمصر ان شاء الله كده ربنا يعز مصر باذن الله تعالى، ويأمنها شر الماكرين وشر المفسدين، وان يجعل مصر ان شاء الله سخاء رخاء، وان يحفظها ويحفظ جيشنا وشعبنا وقائدنا عبد الفتاح السيسي. شكرا 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 يا شيخ. شكرا شكرا.